انا هو عاوز يوصل لايه. هو النهارده انا شايف ده كل ده المودرن اللي هي الليبرال والباورز والحاجات العاليه جدا كلها، وبعدين كلها ضمها مثلث، عمل مثلث جمالي جدا الشغل بتاعه، رغم المدينه او المدن كلها وجزء من الكره الارضيه خدتها وتبني البحار وتبني السماء وتبني النجوم وتبني كل حاجه. شغلك والله حلو قوي، وسنوين شغله سنوين حلو قوي، شغله جميل جدا والله، شغله حلو قوي. فنان يرى وحص وروي وحوحهم عينين يا تابلو يصوص وري وإسبوزيجا عن قبلني هنا. حتى لو عملها في فريتو أو بالطريقة الطبيعية عمل جزء من الكرة الأرضية بيسخن أو فعلا والله ما تريد هذا الدنيير وما درك تاني فنك وحص وراد كتيرة وحلا معنينا يوم حركة لقى معنينا وحويا تابلوك مصوبا دقيقا أنا معنينا يا عادل بن يمين أو نكف على ذا كب حياة تابيدا وصور صورو قبلنا نظر كيسان وارتشد وين لكن ما دركتاني يبقى باهي ذا كار كلي أي كمية هاي وحي صوبا ديك إساء تابلوي دي دي وحلق ما دركتاني أي نوغش يبقى دوتا وضدك باهي ذا كار كلي ما شاء الله يضع صورتي تابلو بس عندها الكتلة. شوف هنا ما فيش وش او البورتريه، ما فيش بورتريه زي التانية. وبعدين الحركة بتاعت الطفل الصغير، بص وضع الايد، عندها مساحة حلوة قوي. ايوة الشغل هنا رايح فين والشغل جاي فين، وهنا كده واحدة وبعدين هنا بص الوضع ده، وبعدين ازاي لفت هنا، وبعدين هنا كده يعني في تعبيراتها جميله قوي. اكتر لوحه دراميه فيها حاجات تدفع البكاء يعني. أيوة. فيها كذا قصه في نفس في محلول حاجه بتتكلم درامية جدا يعني. هي بتتكلم بالرسم، اللوحه بتعبر فيها تعبيرات فظيعه. هي لوحه واحده على فكره تنفع جداريه. هي فعلا هي 100 لوحه في بعض. شغل حلو قوي. دي تبع الاول. ما شاء الله وحويان وضدك باهي ذا قارك لي وحي كميتا هاي ارتستيدي كسوقيب قلي مسرحا مصرحا هذه هرم الجرسي تبع الحياة، ثم يرد الى ارزل العمر من الجنين الى النهاية الاخيرة الحروب ثم الفناء. كان كلام يضع صورتي الام انها شايله حمايه كتير وحا انها سواء هي الهي وحسيه اود قاري ليدهي يدو اوبدكي كورنيسا ايا حدنا انتدي سكرنيسا دركي ميريسا هوش اقل كشقينيسا عن اللون
اللون هنا عندها الالوان هنا رهيبه، الالوان عندها خطيره قوي، خلطه اللون او عجنه اللون عندها، عندك باليتك باليتك الوان. لما تطبخ روتيتي ايش معناها هي الحلقه؟ يعني لو تعال تعال بارك الله فيك. اي عرفت انه كده كده يعني او كيف كلنا اسماء. ايوه كلنا اسماء. ايوه شفت سمع ده سمع سمع ده بلا من سبع ما حكيت ثلاثه اسماء عادي الله عادي مسؤول عن لجنه المعارض في جمعيه السباقه المصريه للكيل بالظبط. صور جميله السلام عليكم ورحمه الله. انا دي مقليسان بانو مليا وحان عاو دهدوغا و اسكوزيشون لقبان ايو وحان نبعد سلا انا سيرقريسان برنامشك ان شاء الله. هو عمل الحاجات المحروقة وفروع الشجر والحاجة الحلوة شغل جميل قوي. برافو 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 برافو
waxa sawiradooda soo iskuusinay wax weyn waa arunta baahida gaar kale oo maad aragtaan ka qayb galaya iskuusiga maanta aan qabannay ururkeega waxaa meesha jooga waa dr samir oo mas-uul ka ah ururka centre culturel euro africain iyo amitié belgo egyptien وعروضها باهي دكار كلي وحاس سمع الجمهور كيغا اني سو بندغان كان قيب كلام ادو الهي دهدو اسكوزي كان قبلنا شون دهي quelques mots en français. Bonjour tout le monde. Nous sommes en train de participer à des exposés. On va beaucoup des héritages, de statues, etc. Pour valoriser la culture africaine. Donc, prochainement, si vous avez la possibilité de participer avec nous, c'est qu'il est montré les talents. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Ça, c'est la deuxième exposition. Donc, il y aura une troisième, ainsi de suite. Donc, vous êtes tous invités à y prendre part. Et on a ici les grands artistes congolais qui vont s'exprimer aussi. La République démocratique du Congo. C'est juste si vous participez à la exposition. Merci à vous. لو احنا خدنا الجزئيه دي شوف الجمال عنده هنا ازاي بيتقابله شغل حلو قوي قوي انا متابعه بقالي سنين شغل جميل وجديد يعني وبعدين انت سنفرت وعملت حاجات حلوه قوي يا فندم ما شاء الله الحمد لله نحن ديركت ممكن ممكن مع الولاد طب استنى تهدى شويه لا دي لايف يا شيخ انت عملت لايف ولا هتعملها على دلوقتي دلوقتي هتعملها تمام انا بتكلم طيب طب الولاد بتوعي اساسا مع كمان على طول تمام اوكي انا يعني الفكره اساسا لما ادهالي الفكره اساسا لما ادهالي الاستاذ سمير عن حرائق الغابات فكان احنا وصل الفكره بطريقه بطريقه مبسطه ايه يعني الاشجار لونها ايه يا جماعه لما تبقى محروقه تبقى اسود صح. لان هي كانها خشب محروق لكن لما بالاشجار العاديه ما ينفعش فيها اشجار سودا احنا مجبرين نعملها سودا لانها محروقه النار ايه شكلها قالوا لي اورنج قلت لهم لا النار فيها اسود واحمر حاجات كده بداوا يعملوا ما شاء الله الاعجاز ده ما شاء الله تسلم وحن نجدنا وحرورها باهره قال كلام وصوب بندقية تابلويدودي فرشحنكا وحن ما دركتاني لما هي هنبليو فنان احمد يو كونكوري عظيم جدا تهاني مبروكين يعني كعايو كيسر ما شاء الله الدوامة اللي احنا هنا على فكرة تسلم اكيد شكرا ولا halkana waxa maad aragtaan ay lagu soo exposey artisteeda kale tabloyadoodii oo arkaysan
waxaan jeclaan lahayn inay reer jibuuti ka soo qayb galaan, laakiin nasiib wanaag inaan quraato reer jibuuti ayaa ka soo qayb galay. Haddii aad artista tahay wax sawira, haddaad compositeer tahay, haddaad poem tahay, waxaan jeclaan lahayn inaad ka soo qayb gashid fanaanka caynkaloo kala. Waxay kuu noqonaysaa fursad inaad madarkaani soo bandhigtid oo ka qayb gashid baratidna artistiyaal waaweyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa cilmi migel oo inala hadlaya. Caawa, waxaan qabanaynay waa expose international baa qabanaynay. Dhowr siyaabood bay u kala bixi doontaa, hadda ayay bilow tahay insha allah. Kulley direct baan ku daawan doonaa caawa. Dhammaan wixii maad aragtaani artisti reer jabuutiya jooga dalka Masar raba inuu soo bandhigo maad aragtaani fankiisa, hadduu sawiraa yahay, hadduu maad aragtaani shonteer yahay, hadduu poet yahay. Cali Muuse waan ku salaamay, may artista mayihi laakiin ururkeega ayaa maad aragtaani la shaqeeya soona qabtay maad aragtaani exposegan. Dhammaan reer jabuuti waxaan uga faa'iideynaynaa inay kasoo qayb galaan. Fursadna waxay kuu tahay inaad baratid, la kulantid, la sheekaysatid fanaaniin waaweyn, waxna aad ka biirsanaysid, waxna u biirin karaysid run ahaantii. Marka insha allah kulley caawa direeg baan iniga dhigi doonaa.